وهل هناك من شروط للرجل الذي يقع منه الطلاق؟ الذي يقع منه الطلاق هو الزوج الذي وجدت فيه هذه الصفات، وهي البلوغ والعقل والاختيار، بمعنى أن يكون كامل الأهلية في تصرفه هذا نظرا لآثاره الكبيرة. وعلى هذا لا يقع الطلاق من الصبي ولا من المجنون ولا من المكره. والحديث الذي رواه أصحاب السنن يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وكذلك حديث: كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله. وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال: في من يكرهه اللصوص على الطلاق قال: ليس بشيء، أي لا يقع. هذه هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في الزوج الذي يريد الطلاق، والله أعلم.